توفيت الإعلامية المغربية ليلى ترزايم أمس الجمعة في مستشفى مولاي عبد الله بمدينة سنة المغربية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19. وفور انتشار الخبر سارع عدد من زملاء المهنة لنعي الراحلة، من بينهم الإعلامي بقناة العربية إبراهيم بدر الذي كتب عبر حسابه على تويتر: تلقيت اليوم خبرا صادما عن وفاة الصديقة العزيزة والزميلة السابقة في قناة ميدي وان تي في بالمغرب ليلى ترزايم بعد إصابتها بفيروس كورونا، رحمة الله عليك. وكانت وزارة الصحة المغربية أعلنت مساء الخميس أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 ارتفع إلى 275 حالة بزيادة 50 عن اليوم السابق، كما سجلت 4 حالات وفاة جديدة. وأرجعت الوزارة سبب الوفاة إلى عامل السن أو وجود أمراض مزمنة أو الاثنين معا. ونعت الإعلامية إيمان غوتان خبر وفاة زميلتها الراحلة ليلى ترزايم على حسابها على الفيسبوك بتدوينة مؤثرة كتبت فيها: علمت للتو أن زميلتي السابقة في ميدي إن تي في ليلى ترزايم من بين من وافتهم المنية اليوم أمس الجمعة بسبب الوباء اللعين، وأدخلت الراحلة ليلى ترزايم إلى المستشفى العسكري بالرباط بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من مرض الكسور الكلوي، لتؤكد التحاليل المخبرية بخبر إصابتها بفيروس كورونا الذي فاقم وضعها الصحي. ليلى ترزايم هي إعلامية مغربية عملت في تلفزيون ميدي وان تي في وشغلت منصب مساعد المدير العام الأسبق للقناة،